في السوالف والقصايد سلبي وإيجابي، وفي ردود أفعالها محمودة ومصوفة، والطبائع في لوادم في الحياة أغرابي، والتصادم في مفاهيم العرب مسلوفة. في طرف المرء لا يسعد ولا يرتاب، المنافع والضرر عفوية ومهدوبة، يعني ما تحكم على الصادق من الكذاب مع عدم صدق النوى والغاية المكشوفة. وفي النفوس اللي لا تشبع بي ولا تروى بي، ليلها وقت طويل وشمسها مكشوفة، كل ما ظني ظن في كنفها خابي، عندها وهامي ضحاياها ضحايا الكوفة. كل ما ظنيت ظننا في كنفها خابي، عندها وهامي ضحاياها ضحايا الكوفة. أحسن أجيها ذهابي في ظهور رسابي، لا تكلفني وهي عني مهي مكلوفة، لأجل ما سبب قلق فكري وحرب أعصابي، وإشغالي من قوين الدهر وضعوفة. طارق أبواب العرب تفتح لها الأبواب، ومن فتح باب الضيافة يكثرون ضيوفة. الوفا والصدق والصديق والخطابي، والظفر لابن الوليد بغزوته وسيوفه، والجناب اللي وداده جهر ما هو غابي، فصل حضره في الدهر ولا تشينه ظروفه، فيه بسطي الأحمدية وامتداد الحابي، والطموح الماجدي والفطلة المولوفة، المساط والإسجام وقمة الإعجابي، والله نسنيه قدمها لي بكفوله، كثر أصحابي علي ولا تقول أصحابي مني ماني مرتاح لأن أشوفك.